الاستاذ هيثم الخشاني طعمه مختبر فرع القار بتجربه لطبخ الرز الهندي الموزع على الوكلاء ضمن مقدار البطاقه التموينيه. وهذا هو الرز الهندي المطبوخ، ولا توجد اي رائحه غير مستساغه او مقبوله. والان سوف نقوم بتجربه اكل الرز الهندي المطبوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مثمن ذو نوعيه جيده، ولا توجد اي رائحه غير مقبوله. وهذا هو نوعيه الرز طعمه الاخوان في مختبر سايلو الناصريه في طبخ الرز الهندي. هذا هي نوعيه الرز المقبوله.